نعود إذن من جديد إلى الصحفي والإعلامي زياد السنجري من فيينا، ونحن نتحدث عن نفوذ ميليشيا الحشد وممارساتها في مدينة الموصل. يعني سوق المواشي هو في مدينة الموصل في مركز المدينة منذ زمن، ما الغاية إذن من محاولة نقله خارج المدينة؟ نعم، تحياتي لكم. نقل سوق المواشي وغيره من التدخل في دوائر الدولة والبلدية وبعض الدوائر الأخرى، الحقيقة هو لأجل ابتزاز الناس، ابتزاز تلك الدوائر، تمويل عمليات الحشد الشعبي وعناصره. الحقيقة هم يعانون من ضائقة مالية، خاصة بعد تردي أسعار النفط والحصار الخانق على إيران، لذلك يجدون البدائل في فرض أتاوات على أبناء المحافظات العراقية ومن ضمنهم مدينة الموصل. نعم، سوق المواشي موجود في مدينة الموصل، كان في منطقة الفيصلية ثم انتقل قرب التل الأثري، يعني موجود هذا سوق المواشي منذ 4 عقود تقريبا أو أكثر في مدينة الموصل. اليوم يريد لواء 30 نقله إلى منطقة جوجلي التي تقع تحت نفوذه شرق مدينة الموصل، وهذا يتطلب عمليات نقل إضافة إلى أتوات تفرض على كل شخص يدخل هذا السوق، من ضمنهم الباعة المتجولين، من ضمنهم أصحاب السوق، من ضمنهم المحلات، أصحاب المواشي. الكل عليه أن يدفع، نحن نتحدث عن 500 عائلة، نتحدث عن آلاف المواطنين الذين يسترزقون قوت يومهم من ذلك السوق، ولكن تلك الميليشيات تأتي بعجلات مدرعة الهمر وتقوم بضرب المواطنين واعتقال قسم منهم وتهديدهم بمادة 1-4 إرهاب، وهذا ما ديدن هذه الميليشيات في التدخل حتى في الأراضي الزراعية. يعني لدينا ملفات فساد الحقيقة كبيرة جدا تحدث الآن في مدينة الموصل. بعض مدراء الدوائر تم استبدالهم ل4 أو 5 مرات خلال شهرين فقط، يعني نتحدث عن من يدفع أكثر في بغداد لتولي تلك الدائرة، وعليه أن يستقطع تلك الأموال من المواطن من الدوائر المختلفة في مدينة الموصل، ولكي يقوموا بتمويل عمليات الحشد الشعبي التي تجري الآن في مدينة الموصل. إذن هذه الممارسات والانتهاكات ممنهجة من هذه الميليشيا حسب ما يذكر سكان مدينة الموصل، أين سلطة الدولة المركزية إذن من كل ما يحدث؟ السلطة الحقيقة عاجزة أمام تلك الميليشيات، فكل هذه العناصر الميليشيات لديها قوة عسكرية تفرضها على واقع المدينة وأبناء المدينة وحتى على الحكومة المحلية وحتى أعضاء البرلمان والحكومة التي هي نتاج لهذه الميليشيات. سأعطيك مثالا، مدير دائرة عرف بفساده تمت إقالته، وبعد أن تمت إقالته تعرض إلى عقوبة أخرى، وهي أنه استخدم أموال دائرته لأغراض شخصية، ولدي نسخة من الكتاب. خلال أسبوع هذا المدير المقال بسبب الفساد يرجع بعد أن دفع المقسوم في بغداد، وعاد وأصبح مدير عام مرة أخرى بعد أن أجرى تفاهمات مع قيادات كبيرة. هناك تواطؤ بين مسؤولي المحافظة وهذه الميليشيات. هناك تواطؤ كبير جدا ومحافظين، وللأسف الشديد هو عاجز عن القيام بأي شيء، كما أن هناك مقام الحقيقة متواطئ جدا مع تلك الميليشيات، مثلما كان متواطئا عندما كانت بعض القوى العسكرية التي تفرض قبل 2014 هيمنتها على مدينة الموصل وتلعب بمقدرات المدينة. إذا نتحدث عن منظومة فساد متكاملة في مدينة الموصل، في مختلف الدوائر، في الجامعات، في التربية، في الصحة، في البلدية، والحقيقة لدينا الكثير من الوثائق سنقوم بنشرها تباعا، ومن ضمن هذه اللقاءات التي نشرناها اليوم حول استغلال وفرض الأتاوات على المواطنين في مدينة الموصل. أخيرا أستاذ زياد، ألم تتعلم هذه الحكومة من الدرس والنتائج التي سببتها هذه الممارسات في الماضي، في السنوات الماضية؟ لماذا إذن تعيد النهج نفسه؟ للأسف الشديد الحقيقة هذه الحكومات لديها منهاج تسير عليه، هم مسيرون وليس مخيرون. الحقيقة الإرادة الإيرانية أعلى جدا من الإرادة الوطنية في العراق للأسف. هذه الحكومات لا تمتلك ذرة من الوطنية، هي عقلية ميليشيات وعقلية عصابات تتحكم في كل المقدرات، وللأمانة والحقيقة هي أيضا تتحكم بمقدرات أهلنا في الوسط والجنوب، وخير دليل على ذلك ما يجري
منتشر الآن من ثورة عراقية عارمة في كل المحافظات العراقية الجنوبية والوسط، لذلك نجد أنهم عادلين في ظلمهم لكل أبناء الشعب، ولكن الحقيقة ما يجري الآن في مدينة الموصل وحتى صلاح الدين والأنبار هي وبعض المناطق الأخرى من المنكوبة هي لم تعد تطاق كونها تلك الميليشيات تمارس أبشع أنواع الظلم ضد أبناء المدينة وتلاحقهم في قوت يومهم، وهذا يؤدي إلى انفجار كبير ولا يحمد عقباه، خاصة مع تردي الأوضاع الصحية في العالم بصورة عامة وفي العراق بعد انتشار مرض كورونا وعدم مسؤولية الحكومة تجاه المواطن العراقي. أنا أعتقد بأننا أمام مشكلة وقنبلة موقوتة ستنفجر لا سمح الله قريبا جدا إذا ما لم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لك سيد زياد السنجري الصحفي والإعلامي من فيينا.